السلام عليكم وحياكم الله في حلقة جديدة من انت وشنت. في الحلقة السابقة جبنا لكم شخصية وقلنا لكم حذروا من هي، والشخصية هي نيرو من لعبة ديفل ماكراي. والحين خلينا نبدأ بالشخصية الجديدة. ولد في قرية صغيرة ونائية خلال الحرب الباردة، أمه توفت خلال ولادته، لهذا السبب أبوه كرهه، وسبب آخر أنه ولد وجهه مشوه. وفي فترة من الفترات بعد الكبر اكتشف قدرته على قراءة الأفكار صدفة، قرأ أفكار والده وهو مشمئز من وجهه المشوه، لذلك خاف أن يقتله وقرر حرق المدينة كاملة، وقتل أبوه خلال عملية الحرق. وبعد فترة تم نقله إلى بلد آخر لمختبر سري للبحوث، وفي ذاك الوقت لبس قناع يحميه من الناس أنه يقرون أفكاره. هو الآن في منظمة معروفة. عرفتوا مين الشخصية؟ اكتبوا لنا إياها في الكومنتس. في الحلقة الجاية حنوريكم مين هو. يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، وإذا عجبكم الحلقة لا تنسون الضغط على اللايك والاشتراك، ومع السلامة.